إب مسيرة مسلحة بزعامة قيادات في السلطة المحلية وأعضاء في مجلس النواب. صنعاء حفل توعوي خيري لدعم مرضى الثلاسيميا. أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام في هذه النشرة. خرجت في مسيرة مسلحة بزعامة القيادات الوعظة في مجلس النواب، خرجت في محافظة إب صباح اليوم مسيرة مسلحة يقودها قيادات في السلطة المحلية وأعضاء في مجلس النواب، ولقيت المسيرة استنكارا واسعا من قبل المواطنين. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. في الوقت الذي يشيد المواطن بالحملات الأمنية التي تجوب مدينة إب لملاحقة المظاهر المسلحة وضبط المسلحين الخارجين عن النظام والقانون، لا تروق هذه الحملات لقيادات نافذة في السلطة المحلية وأعضاء في مجلس النواب وبعض النافذين من الذين دأبوا على تعكير الأجواء وخلق حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين. وردا على الحملة الأمنية، جابت مسيرة مسلحة عددا من شوارع مدينة إب واقتحمت مبنى السلطة المحلية بتواطؤ من قيادة المجلس المحلي. وإنما هو كان رد فعل تقريبا على ما حصل يوم أمس نتيجة المخاطر، فإن هناك شخصيات مستهدفة مع أن الحملة كانت شاملة، ويعني تنظر كثير من المخالفين حسب علمي يعني. وهي المسيرة التي لاقت تذمرا واستهجانا واسعا من قبل المواطنين. مسلحين يحملون أسلحة ثقيلة متوسطة على السيارات، منها الرشاشات والأربيجي والكلام، قالوا أنهم يريدون يعني أن يظلوا على هذا الوضع حاملين السلاح. تخيل شيخ واحد معه 8 مرافقين عليهم أحكام إعدام الثمانية. كل ما خرج مدير الأمن بحملة وشعرنا بالأمان، خرج المشايخ لحملة، بعض المشايخ لحملة مضادة من أجل إرعاب الناس. اليوم ما حضر هو مخزي لهؤلاء الذين يدعون أنهم يعني مصفوة المجتمع. نتمنى أن يعود هؤلاء المشايخ إلى القبيلة، إلى مكارم الأخلاق. سمعك فوضى وغيغاء وكم من سلسلية يخرج لك، يعني قتلوا واحد بالليل قبل أمس الساعة سمعك 8، والله لا ينجع الطريق، يعني بيع مشتري، يعني أقول لك ما قدي عنصرية لا أقل ولا أكثر. ويأمل المواطن في هذه المدينة المسالمة ويشد على أيدي الأمن بتعقب المسلحين وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة دون تفريق بين مسؤول ونافذ ومواطن لتحقيق الأمن والاستقرار. محمد أبو راس لقناة سهيل، محافظة إب. إلى ذلك، حذرت منظمات حقوقية وناشطون شباب وصحفيون من استمرار تمادي مشايخ نافذين بمحافظة إب واستغلال الفراغ السياسي الذي تعيشه المحافظة. وقال ناشطون من أبناء المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عضوا في مجلس النواب عن مديرية يريم وعضوا في المجلس المحلي بمديرية بعدان عن المؤتمر الشعبي العام أقدموا خلال هذا الأسبوع على قطع الطرقات واستخدام مجاميع مسلحة والاعتداء على أفراد الشرطة، مناشدين رئيس الجمهورية سرعة الالتفات إلى وضع محافظة إب التي تعيش بدون محافظ أكثر من عام. يأتي ذلك في وقت تقول فيه الأجهزة الأمنية بمدينة إب أنها تواصل حملتها لمنع حمل السلاح والتجول به، وقال مصدر أمني أن الحملة لن تستثني أحدا وأن الجميع أمام القانون سواء. وبحسب المصدر فإن الحملة تمكنت في يومها الأول من ضبط 52 قطعة سلاح. وللمزيد معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد نعمان اليفرسي. نعتذر مشاهدي الكرام، وسنتواصل مع الصحفي في سياق النشرة في الوقت التالي. وفي خبر آخر، تحت شعار التحصين من أجل مستقبل صحي، دشنت اليوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونسف أسبوع التحصين العالمي. ودعا وزير الصحة دكتور أحمد العنسي إلى تكريم كل
أو كل من أسهم في إنجاح حملات التحصين خلال العام الماضي، والتي استطاعت تعزيز القدرة المناعية لدى أكثر من 80% من الأطفال المستهدفين والحد من حالات الوفاة المنتشرة بينهم. ونوه الوزير على الدور الكبير الذي لعبه الإعلام في نجاح حملات التطعيم، داعيا إياهم إلى تحري الدقة بكل ما يتم تداوله عن الوضع الصحي في اليمن. دكتور أسامة مرعي ممثل منظمة الصحة العالمية أكد على أهمية أسبوع التحصين لما له من دور في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية التحصين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتم توفير اللقاحات إلى ما يقارب 100,000 طفل لم تستطع حملات التحصين الوصول إليهم حتى اليوم. يهدف هذا الأسبوع إلى التركيز والتوعى على البرامج التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، لفت انتباههم أو الإعلان عن أهمية التحصين وأهمية استكمال جميع جرعات الأطفال، أهمية إعطائهم اللقاحات كاملة، وأن هذه اللقاحات هي حق من حقوق الأطفال. الفعاليات الأسبوع هي ليست على مستوى المركز فقط، بل على مستوى جميع المحافظات. هناك أنشطة وفعاليات مختلفة، من ندوات، من جلسات تثقيفية، عقد جلسات مع أئمة الجوامع، مع الأطباء في المدارس، مع طابور الصباح. أيضا في مباريات على مثلا كرة قدم، على كأس التحصين، في مهرجانات رياضية، في مسرحيات. يعني كل محافظة تحاول تتميز وتبدأ وتبتكر في أسبوع التحصين حسب إمكانياتها وحسب الاحتياج التي تراه في مجتمع الذي محيط بها. تفقد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد اليوم مشروع إعادة تأهيل محطتي كهرباء خور مكسر والمنصورة، والذي تبلغ تكلفته 28 مليون يورو بتمويل من البرنامج الاستثماري للدولة. وأشار محافظ عدن إلى أنه سيضاف 32 ميجاوات بالإضافة إلى 8 ميجا الموجودة مسبقا، والتي من خلالها سيتم تقوية شبكة الكهرباء للتخفيف من أعباء الصيف، لافتا إلى ضرورة متابعة تحصيل الفواتير من المرافق والمؤسسات وغيرها. كما تفقد محافظ عدن مركز التدريب والتأهيل بمحطة المنصورة، مشددا على أهمية تدريب كادر المحطة وتأهيله بالمعارف والمعلومات لمواكبة التطورات بمجال الكهرباء. وأكد المحافظ على ضرورة الاستفادة المثلى من المعلومات التقنية الجديدة، وحث المتدربين بالعمل الحثيث لرفع مستواهم من أجل النهوض بالمستوى الخدمي ورفع جاهزية المحطات. وفي خبر آخر، نفد موظفو مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء وقفة احتجاجية، وبدأوا إضرابا عن العمل احتجاجا على تهجم أحد الأشخاص برفقة مسلحين تابعين له على موظفي المكتب ومحاولة الاعتداء عليهم. وقال المحتجون إنهم تفاجأوا بأحد الأشخاص يدعي أنه وكيل المحافظة يسمى الوحيشي، يقود عددا من المسلحين اقتحموا مكتب الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، وقام بأخذ حافظة الدوام والتهجم على الموظفين بألفاظ نابية. نرفع احتياجنا هذا إلى القيادات، إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، ونرفع إليهم بهذه البلطجة الإدارية أو الإرهاب الإداري، وبلطجة بدرجة وكيل. أتانا هذا الرجل الذي لا نعلم أصلا من أي مكان هو، معه مجموعة مسلحين ملثمين بأشكال غريبة، وتهدد يتهجم علينا في داخل مكاتبنا، يتكلم مع الأخ جعبل صيمع لن أوسخ يدي معك، ويتكلم معي أخرج من المكتب، وكأننا يعني بطردنا من داخل مكتبنا. فنحن واقفين عن العمل، وسنغلق مكتب التربية، وسنواصل احتجاجنا حتى يتم إعادة اعتبار مكتب التربية كاملا. أهلا بكم من جديد.
دعا دكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى تضافر الجهود وإحياء العمل الطوعي لمواجهة الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي الأخرى، مذكرا بجهود الكثير من الدول التي استطاعت القضاء على هذا المرض، وذلك من خلال التوعية وإجراء الفحوصات الطبية المبكرة. جاء ذلك خلال الحفل التوعوي الخيري الذي قامته اليوم منظمة السعادة لدعم مرضى الثلاسيميا. تخلل الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية التي عبرت عن أهمية التوعية بطرق الوقاية من هذا المرض الوراثي الذي ينتج عنه فقر الدم ويؤدي إلى تكسر كريات الدم الحمراء. اختتمت مؤسسة تنمية القيادة الشابة ورشة العمل لبرنامج القيادة السياسية الشابة الثاني، والذي يعد أحد المشاريع التي تنفذها المؤسسة والهادف إلى تمكين الشباب سياسيا من خلال تأهيل مجموعة من الشباب في المحافظات ليصبحوا قيادات سياسية شابة مثقفة وواعية، حيث استمرت هذه الدورة 5 أيام واعتبرت فرصة للتشبيك وإيجاد قنوات تواصل بين المشاركين في برنامج القيادات السياسية 1 والقيادات السياسية 2. هذا وقد تم في الفعالية توزيع شهادات للمشاركين وعرض لمخرجات الورشة المتمثلة في وثيقة أعدها المشاركون تتضمن رؤى سياسية شبابية والعمل على خطة مناصرة لهذه الوثيقة. دشن عدد من الطلاب في الجامعات اليمنية صباح اليوم مشروع مبادرة شباب الخير لإسعاد الغير تحت عنوان اكس غيرك وانشر خيرك في أماكن متعددة بالعاصمة، ويتمثل المشروع بوضع وتعليق الملابس المستعملة والفائضة عن الحاجة والمتبرع بها من قبل أفراد المجتمع وفاعلي الخير بأنفسهم، بحيث يستطيع المحتاج الوصول إليها حيث يأخذ ما يحتاج منها بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان يتوفر فيه المشروع مجانا وبدون أي مقابل. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وفتح باب الخير لأفراد المجتمع وترسيخ مبدأ الأخذ والعطاء والتنافس في الأفعال الخيرية ومساعدة المحتاجين بغض النظر عن مستوى الاحتياج. أعلن اليوم في تعز عن إشهار جمعية شفاء الخيرية لدعم ورعاية مرضى السكر، وستقوم الجمعية برعاية الآلاف من الأمراض بهذا الداء، وتعتبر هي الأولى من نوعها المتخصصة بهذا المجال، وقد أنشئت لدعم هذه الفئة المسكوت عنها والتي لا تستطيع على تكاليف العلاجات الباهظة الثمن. بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية بالكويت، بدأ مخيم النور الخامس المجاني بمنطقة النشمة، ويستفيد من المخيم الذي يستمر عدة أيام ما يقارب من 2600 مريض من مديرية المعافر والمواسط والشمايتين، وتتنوع خدمات المخيم بين معاينة وإجراء عدة عمليات خاصة أو خاصة الصغرى منها وصرف العلاجات مجانا، وسيتم تحويل من يحتاجون إلى عمليات كبرى إلى صنعاء على حساب المخيم. مخيمنا هذا اللي احنا مشاركين فيه هو بدعم جمعية الرعاية الإسلامية من دولة الكويت وبالشراكة مع جمعية شوار اللي بقرها في محافظة تعز، وأيضا شريكنا اللي دائما الرئيسي اللي ما شاء الله إيدنا بيد من 2010 جمعية النبراس. بالنسبة حق المخيم هذا اللي هو مخيم النور الخامس وأول مخيم لنا في هذا العام، حابين ان احنا حطينا تارجت او هدف معين لتنفيذ اكثر من 250 عملية جراحية وايضا معاينة وفحص وعلاجات مجانية لاكثر من 2400 حالة. اقامت جمعية اجيال للتأهيل والتنمية بخيمة الحوار الوطني بعمران فعالية لدعم مخرجات الحوار الوطني ومساندة للجنة صياغة الدستور. وفي الفعالية ألقيت عدد من الكلمات أكدت على أهمية التعاون بين أبناء اليمن الواحد لإنجاح مخرجات الحوار والخروج بالبلد إلى بر الأمان. وقدم في الفعالية أيضا عرض مسرحي ناقش أهمية تعريف وتوعية المواطن بالدستور اليمني.
اختتمت مؤسسة رفاه للتنمية بمحافظة إب دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي. الدورة استهدفت 35 متدربا ومتدربة من الهواة لإكسابهم مهارات وأساسيات للتصوير الفوتوغرافي وتعريفهم خصائص الكاميرا وأنواع وزوايا اللقطات. وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع المدرب الذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المصورين الفوتوغرافيين ينقلون الوجه المشرق لمحافظة إب التي تتمتع بمناظر طبيعية سياحية خلابة. أقام دار القرآن الكريم ببيت مران ودار القرآن والعلوم الشرعية بالدرب ومركز الفاروق لتدريب وتأهيل الدعاة بالعرشان بمديرية أرحب محافظة صنعاء مسابقة قرآنية في فئة المصحف وفئة 20 جزءا برعاية مدير المديرية فهد السالمي ومدير إدارة التربية بالمديرية عبد الواحد الجمرة وحضور حشد من المعلمين والطلاب. وقد تخلل المسابقة العديد من الكلمات والمشاركات، وفي نهاية المسابقة تم تكريم المشاركين ورعاة المسابقة. الجدير بالذكر أن دار القرآن الكريم بمديرية أرحب قد تخرج منه أكثر من 1000 حافظ لكتاب الله تعالى في الفترة الماضية. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، بقي أن نذكر بأبرز ما جاء فيها من أخبار. إب مسيرة مسلحة بزعامة قيادات في السلطة المحلية وأعضاء في مجلس النواب. صنعاء حفل توعوي خيري لدعم مرضى تلاسيميا. في الختام أشكركم مشاهدي الكرام على متابعتكم لما جاء في هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net، كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى أن نلقاكم في نشرة قادمة، أترككم في أمان الله.